أسوأ شيء أتوقع إحنا نسويه إننا قص لزق. يعني جو محل جوالات 60 محل جوالات، مغسلة 20 مغسلة، بقالة 40 بقالة. هذه مشكلة، هذه مشكلة. خلاص هذا نجح نسوي زيه. فلو تروح مثلا لبعض الدول اللي تصنع، احنا نقلد ما نصنع. صدق. لو تروح للدول مثلا زي الصين، يعني تلقاهم يخترعوا اشياء جديدة، مين موجودة جديد مثلا كيف تمسك هذا، تلقى مثلا البيالة بدل ما هو يكون الإذن بالطريقة ذي يكون بشكل آخر. يعني في دائما البحث عن فكرة جديدة، التميز. حلو. طيب التميز مو بس في الصناعة، أيضا في التجارة. يعني ابحث عن شيء الناس ما سووه، تفرج شيء جديد. إيه بالضبط. وهذه أتوقع هي أكثر مشكلة نعاني. والمشكلة الثانية برضو اللي يقع فيها كثير من الشباب، إنه يعني يعتمد على الأجنبي. يعني يعتمد على العمالة. يعني هو بس يبغى يجيب الفلوس، يأجر المحل بالضبط. يعني يجيب الفلوس يفتح المحل، يلا انت اشتغل وعطني اخر الشهر كذا. طب انت يعني ما نميت عملك، انت صح مشيته بس ما نميته. انت تبغى تفتح فروع، تبغى توسع مداركك، توسع افق العمل عندك. ما اعطي وجه بس كذا، اعرف ان هذه اصلا مخالفة. غير انه مخالفة، يعني اصلا كتجارة لازم انت تشتغل، انت اللي تشتغل. ايوه طبعا، عشان ما يحك جلدك مثل ظفرك. صحيح، لازم يفتحه بس كذا.